ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وايه اللي انت بتعمله ده؟ ده اسمه شغل عيال. شغل العيال هو اللي انت بتعمليه. فيها ايه لما انا وانت نشتغل مع بعض؟ انت بتعملي شغلك وانا بعمل شغلي وخلاص وانتهينا. خليكي متحضره. ايوه بالظبط. ايه المشكله يعني يا غاليه؟ المشكله ان الاستاذ عبد الله عمره ما عجبه شغلي. ازاي هنشتغل مع بعض؟ والله بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة ما تماثيلك ماليه المكتب كله، ولا بأمارة ذوقك اللي انت عاملاه في البيت اللي انا عايش فيه لحد النهارده؟ والله حبيته دلوقتي. ها امال كنت بتنتقدني ليه في شغلي؟ عادي بقول رايي ما فيهاش حاجه يعني، بس ده ما يمنعش طبعا ان انا واثق فيكي وعارف ان انت شاطره جدا، واكيد اكيد هنعمل شغل كويس مع بعض. والله انا مش هبقى مرتاحه ومش هقدر استحمل حد يتمريس عليا، بالذات انت. انت فهماني غلط. انا اتمريس عليك انت يا غاليه؟ ده انت ام بنتي وليكي كل الاحترام. انا مش فاهم يعني فين ازاي تشك ان ممكن يبقى في مشكله ما بيني وما بينها. مش معقول غاليه. انا مش وحش قوي كده. معاها حق يا غاليه، موقفك كده مش صح. ارجوكي ده اول فيلم ليا، والمنتج متمسك بيكي وانا كمان متمسك بيكي جدا. انا مش عايز اخش الفيلم ده بمشاكل ويبقى فيه طاقه سلبيه. طب وحياتي يا شيخ ما تضايقيها عليا. والله بتبسط جدا لما بحس ان انت لسه فاكر ان عندك بنت اسمها تيا. اهو الكلام ده بقى اللي بيعصبني. ما تتعصب براحتك. لما اكلمك من يومين وتكنسل في وشي عشان بنتك عايزه تشوفك وما ترجعش تكلمني تاني، ده اسمه ايه؟ بقول لك ايه يا غاليه، مش هينفع الطريقه دي. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي بالراحه. بس في ايه؟ عليه الصلاه والسلام. انا يا غاليه انا اكنسل عليكي؟ طب وحياه بنتي وحياه بنتي، انا اللي كنسلت عليكي ولا شفت مكالمتك من اصله؟ ما تحلفش بحياتها. امال مين اللي كنسل؟ انا خلصت. هدير. غاليه ازيك؟ ازيك انت؟ ده النهارده يوم المفاجآت. انت بتعملي ايه هنا؟ وانت بتعملي ايه هنا؟ انتوا الاثنين هتشتغلوا هنا.